ولها مشاعرها ولها قلبها ولها معاناتها ولها ألمها اللي محسش بيه حد غير ربنا، ووجع قلبها اللي محسش بيه حد غير ربنا، وبتداري عليه عشان ما توجعش ولادها، وبتداري عليه عشان محدش يطمع فيها، وبتداري عليه عشان تبان قد ايه هي قوية وهي من جوه ما يعلم بيها الا ربنا. ده ما يضيعش عند ربنا. فسيدنا النبي بيدخل اول رجل تتحط في الجنة، اول قدم تخبط ارض الجنة، بجواره مين؟ كل ست قامت بالدورين. فسيدنا النبي يقول لها مين؟ تقول له انا امرأة قعدت على ايتام لي. فضلي من اول من يدخل الجنة، وكل حد هي ربته وقف لها على الباب بيقول لها تعالي تعالي من الباب من عندي. فهي ربة واحد هتلاقي باب الجنة مستنيها واحد، ربة اتنين بابين منتظرينها مفتوحين لها، ربة تلاتة ايتام، تلات ابواب مفتوحين، الباب اللي يعجبك اتفضلي منه للجنة. فابشروا، مفيش حاجة بتضيع.